كشفت محاولات هجرة أزيد من 4000 شاب مغربي الكثير من الزيف الذي حاول نظام المخزن تسويقه لسنوات عديدة عن التنمية الاقتصادية المزعومة لتسلط الضوء عن واقع كارثي تجرعه المغاربة على مضض خلال الأعوام الماضية. وبعد أن استغل بعض المغاربة من المغلوبين عن أمرهم في أجندة الدعاية ضد الجزائر، ولعلنا جميعا نتذكر هذا الشاب مشاهدينا الذي سنشاهد الفيديو بعد قليل، الذي يتباهى بالتطور الاقتصادي المزعوم في المغرب ويتهكم على الجزائريين. وكان الفيديو بداية لحملة كبيرة شنتها أطراف مغربية للتشويش. نفسه مشاهدينا خرج اليوم وحاول الهجرة نحو إسبانيا ليطل في فيديو جديد يشتكي الأوضاع في المغرب. فيديو أحدث تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد مشاهدينا نتمنى له الشفاء العاجل وتحسن أوضاعه. نقرأ لكم بعض التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير موقف هذا الشاب. كتب هذا الحساب في موقع إكس وقال أن هذا الشاب الذي وصفه بالجاهل أو الأمي قد تكلم في وقت سابق عن فاكهة البنان أو الموز كما تعرف في المجتمع الجزائري. الفيديو كان قبل 3 سنوات يقول صاحب هذا الحساب. وللحظ السيء أن هذا الشخص عاد في فيديو جديد يشتكي الأوضاع في المغرب عن أي نمو اقتصادي يتساءل صاحب هذا الحساب. إلى تعليق آخر مشاهدينا، أين كتب عمر المغربي وهو الحساب في موقع فيسبوك وقال بلادي إلى أين اليوم في صباح في الفنيدق وأنا كنشوف في المخزن وبعض المسؤولين كيقولوا لدوك وليدات وشباب لبغيين يدخلوا السبتة ديروا أنفسكم جزائريين، إلى آخر هذا التعليق مشاهدينا بالتأكيد. وهذا يدل على أن نظام المخزن حسب صاحب هذا التعليق قد استغل المغاربة في الترويج لشائعات جديدة على أن هؤلاء هم جزائريين. مشاهدينا كان هذا التعليق الثاني. بالتأكيد الموضوع أخذ أبعاد كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى تعليق سفيان من موقع إكس قال إلى متى يبقى الوضع على ما هو عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التعليق مشاهدينا، نصل إلى نهاية الفيديو الأول.